وللحديث عن الصراع بين شركاء العملية السياسية في العراق وتصاعد التصريحات الطائفية، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي. أهلا بك سيد مجاهد. معنا بداية، ما الذي تعنيه تصريحات عمار الحكيم التي أكد فيها أن حفظ المكون الأكبر حقيقة اجتماعية وليست كلاما فئويا أو طائفيا؟ هل هو كذلك بالفعل؟ تحية لكم ولمشاهديكم. طبعا بداية يعني في الحقيقة المكونات السياسية العراقية هي يعني قوة طائفية وهوياتية وليست قوة وطنية، يعني بمعنى أن الحزب أو القوة السياسية برنامج حزبي يقوم على أساس البرامج وليس على أساس الهوية. جميع الأحزاب العراقية الكردية والسنية والشيعية هي أحزاب هوياتية، وبالتالي من هذا المنطلق قد تبدو تصريحات السيد عمار الحكيم حقيقية. لكن إذا عدنا إلى السياق السياسي، يعني في عام 2010 على سبيل المثال تم إقصاء بعض الأطراف السياسية من تشكيلة الحكومة. نعم. عام 2014 حصل نفس الحالة، إقصاء بعض الأطراف السياسية من تشكيلة الحكومة أو من ترضيتها في هذا المنصب أو ذاك، وكذلك في عام 2018. لذلك الحديث عن مؤامرة، يعني كما تدعي قوى الإطار، نوع من الترهيب السياسي والاجتماعي من أجل يعني وأن هناك مؤامرة الهدف منها هو السعي لدفع الأطراف جميعها إلى التوافقية من أجل مشاركة السلطة وعدم التفرد طرف شيعي فائز بالانتخابات يمثل جميع المكون. ويعني قوى الإطار جميعها تكتلت في هذا الإطار التنسيقي هي من أجل يعني الخشية من الصدر من أن ينفرد. نعم سيد مجاهد، إذا كان حفظ ما أسماها الإطار التنسيقي بالكتلة الكبرى بأنه ضرورة أو حقيقة اجتماعية، لماذا تهدد ذات الكتلة بأن سلب رئاسة الحكومة منها بشكل أو بآخر سيقود إلى الفوضى؟ هل يمكن بناء دولة بالفوضى؟ يعني قوى الإطار التنسيقي تبحث عن التوافقية داخل البيت الشيعي أولا، ثم التوافقية مع المكونات الأخرى، وترى نفسها هي الممثل الحقيقي للمكون أو تمثل الجزء الأكبر منه، ولا يمكن أن يكون الصدر ممثلا وحيدا عنه في تشكيلة الحكومة أو يكون هو صاحب الثقل الأكبر. نعم. لذلك التحذير من الفوضى والحرب الأهلية وسابقا المؤامرة الصهيونية الخليجية ليست جديدة على قوى الإطار التنسيقي، وهي رسائل ضمنية من أجل الذهاب لمشروع سياسي في تشكيلة الحكومة المقبلة، يعني من أجل يعني التهديد بأن ذلك سيدفع باتجاه العنف والفوضى بالضرورة، خاصة وأنهم يمتلكون الأدوات لذلك. يعني لاحظنا في السابق استخدام المسيرات والاغتيالات والكاتيونشا واستهداف أبراج الطاقة والمستشفيات، مع يعني حتى التأثير على القضاء لإصدار قرارات تعيق تمرير الحكومة بدون التوافقية. لذلك جميع هذه التحذيرات تحذيرات من أجل السلطة لخلق جو مشحون وغير آمن، وبالتالي عودة الصدر إلى التوافقية كخيار أخير أو ذهابه نحو المعارضة. طيب لماذا تلجأ قوى الإطار التنسيقي إلى اتهام جهات خارجية وأيضا داخلية بسلب رئاسة الحكومة من المكون الشيعي إذا كانت تدعي أن النظام القائم هو نظام ديمقراطي؟ طبعا هناك يعني مؤثرون في الساحة، خارجيون في الساحة العراقية، وهذا أمر طبيعي في بلد مثل العراق ومعروف، يعني سواء يعني قبل دول الإقليم جميعها بما فيها خاصة إيران والولايات المتحدة. لكن اتهام أطراف معينة وتخوين ضمني لقوى سياسية فائزة يعتبر نهج قديم متجدد مع مخاطر خسارة السلطة من قبل قوى الإطار التنسيقي، لكن يدخل كل ذلك ضمن الثقل الانتخابي والبرنامج السياسي للقوى الفائزة التي تطرح مشروع يبعد بعض الأطراف كما جرى في عام 2010 و2014 و2018. لذلك هي تكتلت مواجهة انفراد الصدر في الساحة الشيعية وتحاول تخوين حلفائه الذين يعتبرون خاصرة رخوة، بينما الصدر يعتبر يعني ثقل داخل البيت الشيعي وهم يخشون من اتهامه أو مواجهته. طيب إلى أي مدى ترى بفشل العملية السياسية في العراق بالخروج من سمة المحاصصة الحزبية والطائفية وبقيت حبيسة لها؟ طبعا يعني المحاصصة السياسية هي يعني نهج يعني قديم
ومعروف ولا يمكن يعني التنازل عنه. يعني حتى القوى جميعها التي تعمل حاليا هي تعمل باتجاه يعني ترسيخ هذه المحافظة الواسعة. يعني طبعا الأزمة الحالية هي الرغبة في تطبيق المحافظة الضيقة، عفوا تطبيق المحافظة الواسعة التي تضمن جميع الأطراف المشاركة في السلطة. يعني المطروح من قبل الصدر حاليا هو المحافظة الضيقة. العملية السياسية قائمة على المحافظة، وهذا العرف مقدس وأكثر أهمية من الدستور العراقي. يعني الآن القوى السياسية انتهكت المدة الدستورية في اختيار رئيس الجمهورية، والمفترض أن أن يكلف رئيس الوزراء وتبدأ اختيار الكابينة. كل ذلك بسبب احترامهم وتقديسهم لعرف المحافظة الذي يحقق مصالحهم حتى لو كان على حساب احترام الدستور، يعني كوثيقة سياسية تسهم في ترسيخ مفاهيم هيبة الدولة والاستقرار السياسي واحترام النظام السياسي الحكيم. يعني احترام عرف وانتهاك دستور. العرف يحقق المصلحة الحزبية حتى لو أدى إلى عدم احترام الدولة وعدم احترام دستورها الذي ينتهك مراراً وتكراراً من أجل عرف سياسي. الكاتب والباحث السياسي مجاهد الطائي كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.